طيب يعني خلصت الفقرة الفنية منا، لكن لسه عندنا كواليس المسلسلات وما حدث تحديدا، مش كواليس بقى، اللي حصل في الحلقة الخاصة ملخص بالظبط، ملخص كل اللي فاتوا وحلقات الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان كلها أحداث زي ما احنا عارفين، سواء بقى كانت الأعمال الوطنية أو الاجتماعية والكوميدية. اللي فات حلقات امبارح يتابع معانا ملخص لأحداث أهم الحلقات العشرين لمسلسلات الكتيبة 101، الكبير قوي الجزء السابع، جعفر العمدة وعمرة نادرة وغيرها من المسلسلات. يمكن جعفر العمدة تحديدا عاوز اقول لك الناس بقت عايشه مع المسلسل، وعاوزين يعرفوا جداد بتعمل ايه وايه اللي حصل. خرج كفاره جعفر، خلونا نشوف يعني تفاصيل مسلسلات رمضان بالامس وما حدث في حلقات الامس من المسلسلات المختلفه للشركه المتحده، ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. الحلقات العشرين من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مثيرة، البداية من الحلقة العشرين والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101، واللي شهدت توجيه ضربة جوية لمكان أبو دعاء الأنصار بهاء ثروت، وبيموت هو و40 عنصر من الإرهابيين في ضربة ناجحة لقوات الجيش والأجهزة الأمنية. أنا واثق إن أنت ماسك الورقة دلوقتي ومبسوط. كأنك قاعد معايا. مصر كلها مبسوطة. العالم كله أكيد هيكون مكان أحسن بموت أبو دعاء الأنصاري واللي معاه. 40 عنصر إرهابي في ضربة واحدة دي مش سهلة يا نور، برضه لسه في أسامي تانية. شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة إخلاء سبيل الفنان محمد رمضان، بعد ما قام ضباط المباحث بتفريغ كاميرات مطار لبنان، واتضح إن في شخص مجهول وضع أكياس الهيروين في شنطة سفره أثناء عودته من مطار لبنان. حيث اطلعنا على محضر تفريغ الكاميرات بمطار بيروت الدولي حال سفر جعفر عبد الجواد خضرة العمدة، وتبين بوجود شخص مجهول جاري البحث عنه بمعرفة السلطات اللبنانية بوضع ذات الكيس الذي تم ضبطه مع المتهم، وهو متوافق مع أقواله بالتحقيقات. في الحلقة 20 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم، قرر عبد الجبار أو جمال سليمان الانتقام من شداد، بعت مجموعة من الرجال على الجبل، وبمجرد ظهور شداد تم إطلاق النار عليه ومات في الحال. بعدها تم طرد نادرة أو نيلي كريم من الجبل. خلاص يا نادرة، عمري ما اخليش عليا اللي بعد ما قابلتك صار في احلى حاجه، بديت اخر حاجه اشوفها قبل ما اموت عشان صورتك تفضل في عيني. تضمنت الحلقه 20 من مسلسل رساله الامام بطوله النجم خالد النبوي استقبال السري حمزه العيالي رساله من العباس فراس سعيد، كتبها الجروي او نضال الشافعي، بيدعو لحقن الدماء ومواجهه الاندلسيين. اذكر لي اسم مولاك العباسي كاملا. العباس ابن موسى ابن عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله. بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة بتوقيع رشاد على عقود التنازل عن محلات شحاتة لي مقابل إتمام زواجه من فاطمة. هو أنت ممكنتيش تعرفي رشاد قبل كده؟ لا أعرفه، ده بيحبني من زمان، بس بيني وبينك لما الموضوع دخل في الجد خفت. الحلقة 21 من مسلسل سر الباتع شهدت الكثير من الأحداث. بدأت الحلقة بهروب حامد ومجموعة من الفلاحين اللي كون بيهم جيش صغير لمقاومة الفرنسيين، وده بعد ملاحقة نابليون له وحرق الغيطان والبحث عنه. هنقسم نفسنا ثلاث مجموعات، انت وبشار هتاخدوا البنادق، وانت يا مرقص هتاخد بدل العساك، وهتاخد وياك نادي. ناجي ايه؟ على رجلي على رجلك ومش هسيبك. خلاص انا وانت هناخد بيرو ونطلع على البرانيه. يلا. وانا على الدير البحري، ابويا كان شغال هناك وكنت بروح معاه. نعرف الدير ده، اجي معاك. لا ما دام تعرفه خليك ويا مختار عشان تعرفوا تجمعوا بعض. وانا كمان هطلع على بحري بس من طريق ثاني لغايه ما نلاقي حته امان. كلنا اول ما نحط في حته امان نشيع للشيخ يحيى عشان يجمعنا. يلا يا رجاله، يلا يلا الهم. في الحلقة الخامسة من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، حنان بتروح الإدارة التعليمية علشان تسحب ملف ابنها ياسين أو الطفل عمر شريف، لكن الموظفة بتقول لها إن الوصاية التعليمية للجد، عشان ترد عليها حنان حتى التعليم فيه وصاية، هي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص، كلكم مخوننها قوي كده. وهي الأم دي ملهاش أي لازمة خالص، كلكم مخوننها قوي كده. في حضرتك محموقة عليا ليه؟ ما بالراحة.